السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع المحاضرة رقم 14 من كورس CCNA Routing and Switching بعنوان Switching Fundamentals Part 1. طبعا احنا كل محاضرات السويتشنج هتلاقوا كده ايه العنوان دايما ايه سويتشنج. انت طبعا عارفين كورس سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج في موديولز او محاضرات خاصه بالسويتشنج، ودي اللي انا هبدا بيها الكورس. وبعد كده الموديولز بتاعت الراوتينج، ودي بقى ايه اللي هنتهي بها من الكورس. anyway النهارده باذن الله تعالى اول حاجه هناخد اوفر فيو عام جدا على السويتشنج، باك ستوري في سويتشنج. هناخد بقى ايه الايفولوشن بروسيس او عمليه التطوير اللي حصلت في الجانب السويتشنج. مثلا نتكلم عن الهاب، ثم البريدج، ثم السويتش. هنتكلم عن تو كونسبتس مهمين جدا 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 لاي مهندس شبكات، الكولاجن دومين، البرودكاست دومين. وفي الاخر باذن الله تعالى هنحل التشالنجينج تيست. اولا السويتش او الوظيفه الرئيسيه للسويتش هي ايه يا شباب؟ دي خدناها من المحاضرات بقى اللي فاتت، مش مهندس حسب ما انت قلت في المحاضرات اللي فاتت، خصوصا تقريبا كان تاني محاضره. السويتش هو كل وظيفته ان هو بيربط تو بي سيز او تو نودز، عشان او تو بي سيز او تو نودز او اكثر من تو بي سيز، عشان يكون ايه؟ عشان يكون لي لان. طيب ده كلام جميل جدا. احنا في المحاضرات بقى السويتشنج هنبدا بتخصيص كل وظيفة خاصة بالسويتش. هنشوف السويتش يعني كل شيء بيحاول السويتش يعمله ده احنا هنتكلم عنه. يعني البداية الرئيسية او الوظيفة الرئيسية هي ان السويتش بيربط ايه؟ بيربط تو بي سيز ببعض. طيب ده كلام جميل جدا. بس السويتش بقى ايه حسب ما انا ايه ما مقسمين هنا؟ السويتش هنا عنده 3 فانكشنز او 3 مهام رئيسية. الادرس ليرنينج، وده بيحصل بمنتهى البساطه. ما انت يبقى عندك السويتش هنا مثلا واصل ببي سي، مثلا البي سي ده ليه ماك ادرس 10 بوينت، ليه اي بي الاول 10.0.0.1، الماك ادرس بتاعه 1111. طيب وعندك بي سي تاني، بي سي ده الاي بي بتاعه 10.0.0.2، الماك ادرس بتاعه مثلا 2222. فالسويتش وظيفته هنا ايه؟ لو الجهاز ده عايز يبعت للبي سي ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيبعت الارب ريكوست، دي رساله برودكاست. يعني السويتش مثلا انا عندي مثلا بي سي هنا، السويتش بيطلع الرساله برودكاست من كل الاتجاهات، فهتطلع من هنا ومن هنا. والجهاز هنا هيقول يا البي سي اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.2 يبعت للماك ادرس تيبل. يجي الجهاز ده يستلم، الجهاز ده يستلم الماك ادرس الارب ريكوست، يقوم باعت الارب ريكوست هنا فين؟ للسويتش، والسويتش بالتالي يطلعها الى الايه؟ الى البي سي، او نقول هنا بي سي 1 وده بي سي 2. فبي سي 2 يرد على الارب، الارب ريبلاي. طبعا رساله الارب ريبلاي دي رساله مش برودكاست، دي رساله يوني كاست. فهيبعت طبعا هنا ل 10.0.0.1 يقول له الماك ادرس بتاعي 2222. طيب ده كلام جميل. السويتش هنا بالمناسبه اما تدخل له باكت، طبعا المفترض او نتكلم بصيغه ادق، اما تدخل له فريم، الفريم طبعا بيكون فيه عباره عن ايه؟ عباره عن الداتا، تمام. وعندي الترانسبورت هيدر، لير ترانسبورت، وعندي النتورك هيدر. يعني هنا مثلا في الترانسبورت هيدر بيحدد تي سي بي ولا يو دي بي، بيحدد مثلا ال السورس بورت، الديستنيشن بورت. النتورك هيدر هنا بيكون فيها بقى ايه؟ السورس اي بي، الديستنيشن اي بي. كذلك بيكون عندي هنا بقى في الداتا لينك هيدر السورس ماك والديستنيشن ماك. فمثلا بي سي 1 عايز يبعت لبي سي 2 هيبعت من سورس ماك 1111، هيبعت لبي سي 2 2222. فهنا السويتش قبل ما بيستلم الباكت او الفريم دي بيقرا مين؟ بيقرا فقط لانه اب تو لاير 2. انا مثلا عندي الاوساي موديل، فانا في الاوساي موديل عندي هنا لاير الفيزيكال وهنا لاير الداتا لينك. احنا قلنا ان السويتش بالمناسبه في شرح طبعا محاضرات الاوساي موديل، ان السويتش اب تو لاير 2 يعني بيفهم لحد لغه الداتا لينك، يعني بيفهم لحد لغه الماكات. فهو طبعا هيبص على سورس ماك، هيبص على ديستنيشن ماك، وبناء على انه بيبص على ديستنيشن ماك بيقوم عارف بقى ايه هيطلع الماك ادرس ده من اني تيبل، او انا اسف هيطلع الماك او الداتا دي من اني بورت. طيب ده كلام جميل. فدي اول حاجه الادرس ليرنينج، الادرس ليرنينج.
بالمناسبة السويتش بيكون وده هنتكلم عنها في في يعني في السلايد ده او في السلايدز الجاية، ان السويتش بيبني جدول عنده اسمه الكام تيبل. الكام تيبل وكل كل وظيفته، مثلا هنتكلم ان مثلا عندي السويتش هنا واصل ببورت مثلا هنا بورت 1، وبورت 1 ده وصل على بي سي الماك ادرس بتاعه 1111. طيب عنده بورت 2 اهو واصل بي بي سي 2 والماك ادرس بتاع بي سي 2 2222. طيب وعندي هنا واصل برضو هنا بي سي 3، او انا هنا طالع من بورت 3 الماك ادرس هنا 333 كوادراتيك 3 او 4 3. طيب السويتش بيبني جدول عنده اسمه الكام تيبل كونتنت اكسس ميموري. طيب الكام تيبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شقين. اول حاجه هنا البورت، تاني حاجه هنا الماك ادرس. وانس ان انت عندك بي سي 1 جاي يبعت لبي سي 2، فهو طبعا اللي هيبعت له ايه من سورس ماك طبعا 4 4 1. احنا هنبدا نبني ايه؟ بصوا يا شباب احنا هنبدا يعني نقول الحكايه كده من اولها. انا دلوقتي بي سي 1 عايز يبعت لبي سي 2، بنفترض ان مثلا اي بي نتورك دي مثلا 10.0.0.0 سلاش 24، فمثلا بي سي 1 ده هنا واخد بوينت 1، بي سي 2 واخد بوينت 2، يعني هنا 10.0.0.1، هنا 10.0.0.2، هنا بوينت 3. فبالتالي بي سي 1 اما يجي يبعت عايز يبعت لبي سي 2 لاول مره، لاول مره يعني بفرض ان هو ما يعرفش الماك ادرس بتاع بي سي 2، هيقوم بعت رساله برودكاست، رساله ارب برودكاست يقول الاي بي اللي هو 10.0.0.2 بليز من فضلك ابعت لي الايه، ابعت لي الماك ادرس. طب كلام جميل. دلوقتي هو هيبعت الفريم بتاعت الارب دي على ايه؟ سورس اي بي طالعه من 1111. ده خلي بالكم ان الماك ادرس مش 4 ديجيتس، هو 12 ديجيتس 12 كاركترز، وكل كاركتر هيكسا ديسيمال، بس احنا بنكتب اربع يعني اربع خانات كده او اربع ارقام للماك ادرس كتسهيلا يعني. طيب هو هيبعت دلوقتي رساله برودكاست. الرساله برودكاست بتاعت الارب ايه؟ او اي رساله برودكاست الماك ادرس بتاعها بيكون ايه؟ اف اف اف، المفروض 12 اف، انا هكتب هنا 12 اف، هكتب هنا 4 اف، المفروض هما 12 اف او 12 اف، لكن انا هكتب هنا للتبسيط ايه 4 اف. السويتش اول ما يستلم دلوقتي ايه، انا لسه موصل الشبكه دي، يعني السويتش عنده جدول الكام تيبل بتاعه فاضي. طب ده كلام جميل. اول ما بيستلم الباكت او الفريم دي هو بيستلمها على بورت كام؟ بيستلمها دي الباكت دي رايحه اهو في الاتجاه ده من بي سي 1 الى بورت 1 على ايه؟ على السويتش، صح ولا لا؟ يعني الباكت دي هنا رايحه من بي سي 1 لبورت 1 على السويتش. فالسويتش بيقول اه ثواني بقى، بورت 1 بورت 1 متوصل عليه جهاز الماك ادرس، ماك ادرس بتاعه 4 1. طب ده كلام جميل. اول ما السويتش بيبص على الديستنيشن ماك ويلاقيه 4 افس او المفترض بقى 12 اف، يفهم ان دي رساله برودكاست، يقوم مطلعها من بورت 2 وبورت 3. طيب ده كلام جميل. بورت 3، بورت 3 مش هيبقى مش هيرد اساسا، لان هو مش الما مش هو ال 10.0.0.2 الاي بي اللي بيبحث عنه بي سي 1، لا هيجي مثلا يرد ايه بي سي 2. بي سي 2 اول ما يرد هيبعت رساله ايه؟ هيبعت برضو رساله بس يوني كاست بقى، مش بريم مش برودكاست، وهيحط في الفريم الماك ادرس تيبل بتاعه 4 4 2ات 2.2.2.2، وهيحط الديستنيشن ماك ايه؟ هنا مش هنا بقى، هو دلوقتي هيروح لجهاز واحد. خلي بالك ان بي سي 2 عارف جهاز واحد بيدور عليه، وعارف الماك ادرس تيبل الماك ادرس بتاعه، فهيحط في الديستنيشن ماك 1111. ده دلوقتي ايه بي سي 2 هيبعت لايه؟ هيرد على بي سي 1 يقول له انا الاي بي 10.0.0.2، اتفضل الماك ادرس تيبل، الماك ادرس بتاعي. فبالتالي اول ما السويتش يلاقي ان دخل في باكت من سورس ماك 4 2ات وهي مش موجوده في الكام تيبل عنده، يقوم ضايف يقول ان على بورت 2 عندي ماك ادرس 4 2ات كوادراتيك 2. طيب ده كلام جميل جدا. فبهذه الطريقه السويتش بيبدا يبني الايه الماء الكام تيبل او الكونتنت اكسس ميموري بتاعته او الماك ادرس تيبل بتاعته. ده اول فانكشن للسويتش اللي هو الادرس،
learning. طب ال forward filter decisions، ان انا دلوقتي لو بي سي 1 مثلا عايز يبعت رساله يونيكاست، ل يونيكاست يعني محدد سورس ماك وديستنيشن ماك، يعني مش حاطط في الديستنيشن ماك برودكاست، يجي السويتش هيطلعه مثلا هو عايز يبعت لمين، عايز يبعت مثلا ل ديستنيشن ماك مثلا بي سي 1 عايز يبعت الى فدلوقتي السويتش اول ما يستلم الباكت سورس ماك 4-1، سورس ديستنيشن ماك مثلا 4-3، مثلا بي سي 1 عايز يبعت لبي سي 2، فالسويتش بيدرك ان دي باكت يوني كاست، بيقوم مفرود اول ما يستلم الداتا من السبورت 1 يقوم مطلعها فقط الى بورت 3 بس، مش بيطلعها الى بورت 3 وبورت 2 لان دي يوني كاست، فخدها من بورت طلعها من خدها من بورت اند اونلي 1 بورت، وطلعها من بورت اند اونلي 1 بورت. فبالتالي ده حته الفورورد او الفورورد فلتر ديسيجن. اللوب افايدنس ده يعني ده هناخدها ان شاء الله في محاضرات الاسبانيج تري بروتوكول. احنا هناخد بس ايه مثال كده نفهم بيه يعني ايه اللوب افايدنس، مثال بسيط كده يفهمنا ايه اللوب افايدنس ده، وده طبعا هنشرحه بالتفصيل في الاسبانيج تري بروتوكول. انا دلوقتي لو عندي الشكل ده، تمام، انا دلوقتي عندي الشكل المثلثي ده، اها، لو سويتش لو انا عندي مثلا بي سي، انا دلوقتي هنا عندي بي سي بعت رساله برودكاست ارب مثلا عايز يبحث عن الماك ادرس بتاع البي سي ده، تمام. طيب دلوقتي السويتش ده هياخد الماك ادرس، هياخد الماك هياخد انا اسف هياخد رساله الارب البرودكاست هيطلعها من هنا. طيب ده مثلا سويتش 1، ده سويتش 2، ده سويتش 2، وده سويتش 3. سويتش 1 هياخد الرساله البرودكاست هيطلعها من هنا، سويتش 2 هيطلعها برضو من هنا، ما هيطلعها من كل البورتس. سويتش 3 هياخد رساله من برودكاست اهو هيطلعها من هنا. السويتش دلوقتي بعت رساله من بورت اوت اوف بورت مثلا بورت 1 اها واستلمها على بورت 2. السويتش وانس ان هو بعت داتا من بورت واستلمها على بورت تاني، هنا بيدرك ان في لوب، هنا بيدرك ان في لوب، تمام كده. ده انا كده عندي لوب، يعني كده دلوقتي عندي الباكت هتفضل تلف كده الى ما لا نهايه، وهتعمل ضغط جامد جدا على السي بي يو، وتعمل ضغط على الاب لينكس اللي هي الكاب او اللينك الواصل ما بين السويتشات الكلام ده كله. فطبعا انا عارف ان ممكن واحد يقول لي طب ما باشمهندس ما ممكن اشمعنى انت فرضته بيبعت من هنا بس، ما هو يبعت من هنا، ممكن يبعت من هنا، اوكي ممكن يبعت من هنا او يبعت من هنا، اني واي ممكن بنفس اللحظه بالاثنين يبعت من هنا ويبعت من هنا، المهم ان انت عندك في دايره، في دايره من اللوب هتشتغل، داتا عماله تمشي الى ما لا نهايه مش هتتوقف. ده طبعا اللوب ده كده حصل لوب. طب ازاي بافويد بافويد اللوب ده؟ ده طبعا بيبقى عن طريق بيبقى عن طريق الايه، بيبقى عن طريق السبانينج تري بروتوكول. هنا بقى بيبدا يقدم لي الحلول ان السويتشات بتتبعها عشان افويد اللوبس دي. طيب ده كلام جميل جدا، احنا كده شرحنا الثري مين فانكشنز لل السويتش. طيب نبدأ نتكلم قبل ما يظهر السويتش، ما كانش يعني السويتش ده شباب ما ظهرش كده مرة واحدة، ظهر قبله الهب، الجد الأكبر لعائلة البريجيت، يعني البريجيت اللي هي الأجهزة اللي بتوصل ما بين البي سيز وتكون لي لان، فده الجد الأكبر ده الهب، ده أول جهاز يظهر كان وظيفته الرئيسية إن أنا بمنتهى البساطة عندي أدي ده شكل الهب أهو، إن أنا عندي مثلا بي سي عايز أربطه بي بي سي، تمام كده، فايه احط هب ما بينهم. الهب ده بقى ايه ليه مشاكل كتير، تعالوا نقرا الديسكريبشن ده وبعدين نحللها بقى على الوايت شيت. A hub has been used to link PCs together but it has two major problems. يعني هو بيستخدم عشان يربط يلينك يربط ال PCs together but it has two major problems. عنده بقى ايه مشكلتين رئيسيتين. Once it received a unicast packet يونيكاست يعني محددة بالسورس ماك والديستنيشن ماك it floods it up to be a broadcast one. يعني أول ما بستلم باكت يونيكاست بيحولها إلى برودكاست. طيب أوكي اسكيب دي، تعالوا نقرا التانية. It doesn't support full duplex mode of signaling. ما بيدعمش أو مش بيسبورت full duplex. So when a PC sends a data to another one، أما PC يبعت داتا لجهاز تاني، others must be wait to be finished if they want to send some data to. طيب تالت حاجة سيزما سي دي help to reduce the problems effects but didn't overcome them. طب احنا مش فاهمين حاجة يا باشمهندس من الديسكريبشن ده، تعالوا بقى بالبلدي كده ايه نشرح كل ده معناه ايه. احنا ناس ما نتكلمش باللغه العلميه الصرفه دي، احنا عايزين نشوف الشرح بقى ده معناه ايه. بصوا يا شباب انا دلوقتي هفترض عندي مثال بسيط جدا، انا دلوقتي عندي ده الهب، اوكي ليتس سي ان هو وصل هنا بي سي،
وهنقول ان ده بي سي 3 وهنا مثلا بي سي 2 وده بي سي، ده بي سي 1. طب ده كلام جميل. بي سي 1 مثلا عايز يبعت ده مثلا الماك ادرس بتاعه 4 واحات كوادراتيك 1، بي سي 2 كوادراتيك 2، هنا كوادراتيك 3. دلوقتي بي سي 1 عايز يبعت لبي سي مثلا بي سي 3، فهيبعت فريم هيحط فيه ايه بقى؟ سورس ماك، سورس ماك، ديستنيشن ماك، هيحط هنا 4 واحات، الديستنيشن ماك هيحط هنا كوادراتيك 3. فاما كان السويتش بيستلم فريم زي دي بيدرك ان هي يوني كاست، لان هي مش رايحه للبرودكاست ماك ادرس، دي رايحه لماك ادرس جهاز بعينه، تمام كده؟ فطبعا السويتش بيقوم باصص على الماك ادرس ده في الكام تيبل عنده ويشوف هو الماك ادرس الاربع تلاتات ده يا ترى واصل على بورت كام، وبالتالي بناء عليه السويتش بيقول طالما واصل مثلا على بورت 3، مثلا بورت 3 وده بورت 2 وده بورت 1، طالما واصل على بورت 3 كان السويتش بيطلع الباكت من هنا فقط. اما الهب لا، الهب، الهب ده بيوبريت تو لاير 1 او بيوبريت ات لاير 1، لاير الفيزيكال ده عباره عن حته سلكه بياخد الرساله اليونيكاست، والله اذا كانت يونيكاست اذا كانت برودكاست يقوم مطلعها من هنا ويقوم مطلعها من هنا، بيطلعها من كل الافيلابل بورتس، يطلعها من كل الافيلابل بورتس. فبالتالي القصه هنا مهمه جدا، هنا في سكيورتي كاونت، في سكيورتي فولنربيليتي هنا، يعني في ثغره سكيورتي هنا. ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا لو انا عندي سيرفر اف تي بي سيرفر، اف تي بي، اف تي بي سيرفر، ومثلا البي سي ده جه يخش على الاف تي بي سيرفر، الاف تي بي سيرفر يقول له ايه؟ دخل اليوزر نيم والباسورد، فقال اوكي اليوزر نيم بتاعي مثلا احمد، الباسورد بتاعي مثلا 1324، تمام كده اليوزر نيم، وده ده اليوزر نيم وده الايه؟ الباسورد. فبالتالي اول ما بيبعته للاف تي بي، اول ما بي سي 1 يبعت للاف تي بي، جهاز 2 لو عنده الواير شارك او اي بروتوكول انالايزر او اي سنيفر، برنامج بيشمشم على الباكيتس، بالتالي هيقدر يعرف بمنتهى السهولة اليوزر نيم والباسوردز اللي البي سي 1 بعتها الى سيرفر الاف تي بي. فدي طبعا ثغرة أمنية كبيرة جدا في الهاب. طيب ده دي ايه؟ دي مشكلة. الهاب كمان ما بيدعمش البول دوبلكس. احنا قلنا الفرق ما بين، في فرق عندي ما بين السمبلكس والدوبلكس، والسمبلكس والهاب دوبلكس والبول دوبلكس. السمبلكس يعني لو انا عندي مثلا 2 بي سيز، اوكي، وفي واير ما بينهم، ده بي سي 1 بي سي 2، فالداتا بتروح من اتجاه واحد بس، يعني بتروح من بي سي 1 لبي سي 2. بي سي 2 doesn't reply at all، ما بيردش خالص، دايما الداتا بتطلع من بي سي 1 لبي سي 2، لكن بي سي 2 عمره ما بيبعت لبي سي 1. عندي طرف بيبعت للتاني، طرف على طول سندر وطرف على طول ريسيفر، فده السمبلكس. كأنك مثلا انت بتكلم واحد اخرس، انت بتكلم واحد اخرس، انت عمال تتكلم 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 هو بيردش عليك. طيب ده كلام جميل. الهاف دوبلكس، الهاف دوبلكس بقى ايه؟ لو انت بتبعت لازم البي سي لو مثلا بي سي 1 هيبعت لبي سي 2، لازم بي سي 2 يتوقف ما يبعتش اي حاجه لبي سي 1، تمام، لحد ما بي سي 1 يخلص ايه؟ يخلص ترانسميتنج او يخلص سيندنج، يقوم بي سي 2 باعت لايه؟ لبي سي 1، تمام. وبي سي 2 بيبعت يعني بيترانسميت لبي سي 1، بي سي 1 لازم يقعد في وضعية الريسيف يستقبل بس، لكن ما يبعتش، ما يقدرش يتنقل من وضعية الريسيف لوضعية الترانسميت الا لما بي سي 2 يتوقف. فبالتالي الهاف دوبلكس هو السند، يا اما هتسند اور ريسيف، ما ينفعش ان انت تسند وتريسيف مع بعض، لا، يا اما تسند اور ريسيف. وده طبعا بيحصل بقى ايه على اجهزة، رجال الشرطة، ان هو بيكون مثلا معاه جهاز اللاسلكي، تمام، وده برضو ايه؟ جهاز لاسلكي برضو واحد اهو، تمام. ومثلا ايه، نقول مثلا هنا ده ضابط شرطة اهو، والراجل اهو ماسك الجهاز بتاعه، ويقوم عنده ايه؟ زرار هنا، تمام، وده انت عندك الراجل التاني، تمام، اها، ادي الراجل التاني اهو. فيجي الضابط ده يقول ايه؟ يقول للراجل التاني اول ما ده عايز يكلم ده، يقوم دايس على الزرار ده، يقوم دايس على الزرار اللي في الموتوريلا. طبعا اغلب رجال الشرطه بيستخدموا، يعني الداخليه بتستخدم الاجهزه اللاسلكي، اجهزه الموتوريلا، فيقوم دايس على الجهاز بتاع اللاسلكي الموتوريلا، يقوم دايس وبيتكلم. طالما هو دايس هو ما يقدرش يستقبل حاجه، يعني ما يقدرش يسمع من الراجل ده حاجه، تمام، ولازم الراجل ده يرفع ايده من على الزرار،
لان هو لو الراجل ده في نفس الوقت راح داس على الزرار، فبالتالي هو كده بيحط نفسه في وضعية السند، وده حاطط نفسه في وضعية السند كده ما ينفعش. لازم في الهاف دوبلكس مود، الهاف دوبلكس واحد يكون سند وواحد ريسيف، ما ينفعش واحد بيسند ويستقبل، ما ينفعش واحد بي ايه بيسند ويستقبل ويستقبل في نفس الوقت. طيب ده كلام جميل جدا، ده فيجي الراجل يقول له ايه، انا في المنطقة الفلانية، وهو دايس على الزرار وده رافع الزرار، يقول له حول حول، يعني ده بيقول لده انا هرفع الزرار دلوقتي عشان اسمعك. اول ما يقول له حول، يقوم الراجل ده دايس على الزرار وبيتكلم وده يسمعه. تمام، دي الايه الهاف دوبلكس. اما الفول دوبلكس، لا الفول دوبلكس بقى ايه، نقدر نتكلم يعني طالما انا ببعت لك، انا اقدر اكون سند اند ريسيف، يعني اقدر وانا ببعت لك اقدر استقبل منك. تمام كده، طالما انا بقدر ابعت لك انا اقدر ايه استقبل منك. طب ده كلام جميل جدا، ده الهاب ما بيتسبورتش الفول دوبلكس، هو بيسبورت فقط الهاف دوبلكس. معناها ايه بقى؟ دي بتخلق لي مشكلة جامدة جدا في الموضوع ده، ان انا دلوقتي طالما بي سي 1 بناء على العيب الاولاني، تمام، او الديسادفانتج الاولانيه، بي سي 1 بيبعت بي سي 3 والهاب بيطلع رساله برودكاست، فطبعا في بيطلع من هنا الرساله، بتطلع برضو من هنا ومن هنا. طب ده كلام جميل، هنا الجهاز 2 جهاز الاف تي بي سيرفر اتحطوا في وضعيه الايه، اتحطوا في وضعيه الريسيف. طب ده كلام جميل حلو قوي، ده دلوقتي ايه بي سي 1 بي ايه مثلا، هتكلم ان انا من عندي من 1 0 0 اي ام الى 1 0 0 30 اي ام، من واحده الصبح لواحده ونص الصبح، بي سي 1 عمال يبعت رسائل او بيبعت داتا لبي سي 3 في الفتره دي. في الفتره دي بي سي 1 في وضعيه السند، طيب ده كلام جميل، بي سي 3 في وضعيه الريسيف، حلو قوي، والاثنين بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض، والكوميونيكيشن رايح من بي سي 1 لبي سي 3. طب تعالى بقى البي سي 2، بي سي 2 غصب عنه في وضعيه الريسيف، لان هو الهاب بيطلع رساله برودكاست، فبي سي 1 بيبعت بي سي 3 ما بيروحش البي سي 3 بس، لا الداتا كود بتطلع برضه البي سي 2 بيطلع الاف تي بي سيرفر. طيب الاف تي بي سيرفر، الاف تي بي سيرفر برضه في وضعيه الريسيف، لكن افرض لو بي سي 2 عايز يكلم بي سي الاف تي بي سيرفر، يعني بي سي في نفس الوقت اللي هو في الفتره في الديوريشن في التايم انترفال من 1 الى 1 1:30 اي ام، بي سي 1 عايز يبعت بي سي 3، بي سي 2 عايز يبعت الاف تي بي سيرفر، مش هيعرف. ليه؟ لان غصب عنه هو محطوط في وضعيه الريسيف، والاف تي بي سيرفر غصب عنه موضوع يعني هما الاثنين موضوعين في وضعيه الريسيف، بناء على الهاب بيبعت ايه فول دوب، بيبعت رساله برودكاست، وبناء على الهاب مش بيسبورت الايه الفول دوبلكس، فبالتالي بي سي 2 مش هيقدر يكلم بي سي مش هيقدر يكلم الاف تي بي سيرفر في نفس الوقت اللي بي سي 1 بيكلم بي سي 3، مش هيقدر. طيب ايه الحل؟ الحل ان بي سي 2 طالما عايز يبعت داتا للاف تي بي سيرفر، الحل انه يستنى الكوميونيكيشن اللي ما بين بي سي 1 وبي سي 3 ينتهي. ليه؟ لان ساعتها بي سي 3 هيبقى اتشال من وضعيه الريسيف، مفيش داتا خلاص بتجيله، مفيش ايه داتا خلاص بتجيله. طب في سؤال يا باشمهندس، هو اشمعنى بي سي يعني بي سي 2 طالما الجهازين دول بيكلموا بعض، هو مال بي سي 2 بالموضوع؟ بمنتهى البساطه يا شباب، اجمع الخاصيتين مع بعض. الهاب بيقول لك ان هو بيوزع رساله برودكاست، يعني في داتا بتروح كده صح؟ طب ده كلام جميل، والهاب بيسبورت هاف دوبلكس فقط. طيب هاف دوبلكس، يعني هل ينفع بي سي 2 وهو بيستقبل الداتا البرودكاست اللي جايه له غصب عنه ان هو يطلع داتا؟ ها ما ينفعش، لان ده كده فول دوبلكس، والهاب ما بيسبورتش الايه الفول دوبلكس. هي دي القصه، هي دي القصه، ان انا دلوقتي طالما عندي تو بي سيز بيكلموا بعض، فبالتالي لازم كل او وان بي سي بيكلم بيبعت داتا، لازم كل البي سيز اللي في الهاب انفايرمنت تستناه لما يخلص سيندنج. لو هم في حاله الاجهزه التانيه جهاز منهم عايز يبعت، لازم يستنى الجهاز اللي بيسند ويستنى ما يخلص، وبالتالي ايه يقدر يبعت عادي جدا. فدي طبعا مشكلتين في الهب. طيب طبعا لو حصل ان بي سي 2 بعت مثلا، افرضوا يا شباب بي سي 1 وبي سي 2، هنا تحصل حاله كوليجن بقى، ان بي سي 2 راح بعت داتا في نفس الوقت اللي بي سي 1 عمال يبعت فيه داتا، ده دلوقتي عندي مرحله كوليجن، دي مرحله الاي كوليجن. افرض بي سي 1 وبي سي 2 جم بعتوا داتا في نفس الوقت، في نفس الوقت ده رايح لدي وده رايح لده، تمام؟ لا هنا بقى ايه يحصل كولجن، كولجن يعني عامل زي تصادم، تصادم. انت عندك كورتين بلياردو، انت جيت ضربت الكوره مثلا بالايه بالعصايه بتاعت البلياردو، اوب
يقوم داخل بالكرة التانية كده عمل كوليجن. طب ده كلام جميل جدا. ولكن في الهب ظهر بقى ايه، آلية عمل اسمها السيزما سي دي. تمام، آلية عمل السيزما سي دي، أولا اختصار سيزما تي دي كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن، كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. سيزما سي دي ده بيقول لك ايه بقى؟ بصوا يا شباب، انا دلوقتي عندي بي سي 1 ده نفس الرسمة، ما هو الهب قلنا حتة سلكة، حتة سلكة شبه اللي انا هرسمها دلوقتي، وده دلوقتي عندي بي سي 2، ده بي سي 1 وده بي سي 3 ده بي سي 3 وده مثلا اف تي بي سيرفر. دلوقتي انا عندي بي سي 1 هيبعت دلوقتي سيسما سي دي بتقول ايه بقى؟ كل الاجهزه اللي بترن اللي بتشتغل في الهاب انفايرمنت، اي جهاز عايز يبعت لازم الاول بي سي 1 دلوقتي عايز يبعت يعمل ايه؟ اول حاجه يبعت زي بروبس باكتس صغيره جدا يتشيك بيها اللينك، يتشيك بيها الايه اللينك، هل اللينك فاضي ولا لا، هل حته السلكه بتاعت الهب فيها سيجنالز بتمشي ولا لا. طيب وانس ان بي سي 1 اتاكد ان الهب او السلكه بتاعت الهب مش ماشي فيها سيجنالز يعني فري، يقدر يبعت دلوقتي الداتا لايه، لبي سي 3. طيب ده كلام جميل. دلوقتي بي سي 2 اما يجي عايز يبعت للاف تي بي سيرفر يعمل ايه؟ برضه هيعمل نفس القصه، هيتشيك الايه اللينك، هيبعت رسائل بروبس صغيرة جدا هيتشيك اللينك. وانس ان هو حس وانس ان هو حس دلوقتي ايه، دلوقتي بي سي 1 بيبعت لبي سي 3، دلوقتي بي سي 1 اهو بيبعت لايه، لبي سي 3. لكن بي سي 2 لما يجي عايز يبعت لاف تي بي سيرفر يجي تشيك اللينك يلاقي اللينك بيزي فيستنى. تمام، فايه فيستنى. طيب ماذا لو ان بي سي 1 وبي سي 2 عملوا تشيك لللينك في نفس الوقت؟ ماذا لو ان بي سي 1 وبي سي 2 عملوا تشيك في نفس الوقت وبعتوا في نفس الوقت؟ تمام، او مثلا ماذا لو، ماذا لو ان بي سي 2 مثلا بي سي 1 عمل تشيك وبعت، بي سي 2 كان اوريدي خلص التشيك بتاعه وبدأ يبعت. يعني مثلا بي سي 1 يعني دي حالات مفارقات بتحصل بقى في ايه، في اجزاء من الثانيه، ان بي سي 1 مثلا جه تشيك وبرده بي سي 2 جه تشيك لقوا اللينك ايه فري، راح بي سي 1 بعت الاول، بعت الايه بعت الاول، بعديه باجزاء من الثانيه، اجزاء من الثانيه راح بي سي 2 بعت على طول بقى، ما عملش التشيك بتاعه لان كان في نفس الوقت بي سي 1 بيتشيك، كان في نفس الوقت بي سي 2 بيتشيك، ودول الاثنين لقوا فري، فراح بي سي 1 بعت راح هوب بي سي 2 راح رمى الداتا بتاعته. هنا مين اللي بدا الاول؟ اللي بدا الاول بي سي 1 هو اللي بيبدا يبعت اول، وبي سي 1 اساسا هو بيبعت، ودي اللي بيحصل بقى سيزما سي دي برضه بيتشيك السيجنالز، بيتشيك الواير في سيجنالز تعمل انترفيرنج معايا ولا لا. وانس انه لقى سيجنالز بتعمل انترفيرنج واللي هي الداتا اللي طالعه من بي سي 2 يقوم باعت حاجه اسمها الجام سيجنال، جام سيجنال. جام سيجنال دي بتروح لبي سي 3 وتروح لبي سي 2 وتروح كذلك للاف تي بي سيرفر، تروح لكل البي سيز الموجوده او كل النودز الموجوده في الهب اللي توصلها على الهب. الجام سيجنال بتقول لكل بي سي او لكل نود ستوب هير، ما تبعتش، اقف 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 دلوقتي، ما حدش يبعت في كوليجن، اقف. تمام، فيجي بي سي 2 بما انه بيبعت هيوقف سيندنج، وكذلك نفس الوقت بي سي 1 هيوقف سيندنج، بالمناسبه بي سي 1 هو اللي بعت الجام سيجنال. طيب بي سي 3 هيوقف سيجنال، هيوقف سيجنالينج وهو اساسا ما بيبعتش اوريدي، بس لو بيبعت هيوقف والاف تي بي سيرفر هيوقف. طيب مين اللي كانوا بيبعتوا دلوقتي؟ بي سي 1 وبي سي 2، كل واحد منهم هيرن حاجه اسمها باك اوف، باك اوف تايمر الجوريزم، باك اوف تايمر الجوريزم. يعني داله رياضيه كده الناتج بتاعها قيمه زمنيه معينه، فمثلا بي سي 1 هيقول الباك اوف تايمر بتاعي 5 سكندز، بي سي 2 هيقول الباك اوف تايمر، وطبعا ده بيجنريتد بيتم يعني الجنريشن بتاع الباك اوف تايمر دايما الرقم اللي بيطلع بعده ده بيكون يعني اتشوزد راندوملي، بيختار بعشوائيه يعني. تمام، فمثلا هنا بي سي 1 قال انا هستنى 5 سكندز، بي سي 2 قال انا هستنى 3 سكندز. تمام، طيب بعد ما بي سي 2
بعد ما بي سي 2 يخلص ال 3 سكندز بتاعته، لان هنا بيبدا يعد تنازلي بدءا من الثانيه الثالثه، يبدا يعد تنازلي. فبي سي بي سي 2 اول ما يخلص الباك اوف تايم، باك اوف تايمر بتاعه، يعني كانوا بيرن يعني ستوب واتش كده، اول ما يوصل لثلاث ثواني يقوم باعت على طول، حتى ما بيعملش تشيك على اللينك. دايما الاجهزه اللي بتخلص الباك اوف تايمر بتاعتها بيكون ليها الاولويه انها تبعت. فهو دلوقتي خلاص خلص الباك اوف تايمر، هوب تمام، يقوم ايه، يقوم باعت. انا اسف انا اسف، لا هو مش هيبعت على طول مره واحده، هيعمل تشيك الاول برضه، هيعمل تشيك الاول وبعد كده هيلاقي السيجنال فري كان في نفس الوقت. طبعا بي سي 1 هي ايه، هيران برضه، هي بي بي بيحسب برضه، مستني الباك اوف تايمر بتاعه يخلص، بس ده هيخلص قبل ده بثانيتين، فده هيسبق بي سي 1 قبليه بثانيتين، يعمل تشيك على الواير بتاع الهاب، وبالتالي هيبدا يبعت. بي سي 1 اول ما يخلص التايمر بتاعه هيقدر هيبدا يعمل تشيك، هيلاقي الواير بيزي، هوب هيقوم بقى ايه، خلاص مش هيبعت بقى الداتا. تمام، بالمناسبه بفرض ان انا ببعت داتا فايل، وطبعا الفايل ده عندي مثلا بيوصل واصل مثلا لحد ايه هنا، واصل مثلا لحد هنا 15%، وانت عمال تبعت الفايل اهو، هوب واصل لحد ها 60%، اهو واصل هنا لحد 60%، دلوقتي الفايل عمال يبعت، والفايل بتاعك عمال يتبعت، في كولوجنز كتير بتحصل في الهاب، ده كلام جميل جدا، في كولاجنز كتير بتحصل في الهاب، ولكن انت بتلاقي الفايل بتاعك عمال يتبعت اوريدي، عمال يتبعت طبعا بس بسبيد قليله جدا. طيب لو انا دلوقتي عندي مثلا بي سي 1 كان بيبعت فايل الاول قبل بي سي 2، ولكن في النهايه بي سي 2 هو اللي بدا يبعت اهو خلاص، وبي سي 1 فوقف مثلا عند الفايل عند 60%، دلوقتي هيبدا يعمل ايه، تشيك على السيجنال اول مره لقاها بيزي، طيب هيعمل تشيك على السيجنال لان هو اوريدي بيبعت فايل، يجي يبعت تشيك على السيجنال. لو عمل تشيك على السيجنال اكتر من 15 مره، يعني تشيك على السيجنال ده بقى اكتر من التشيك اهو اكتر من 15 مره، يقول لك تايم اوت، هوب يقوم موقف السند بتاع الفايل خالص. تمام، ساعتها بقى بتيجي تبدا تبعت الفايل، تبعته من اول وجديد لو هو عمل تشيك على السيجنال. تمام، دي في الحاله الايه السبيشال كيس اللي انا بتكلم عنها، لان هو بدا يبعت فايل وبعد كده بي سي 2 دخل عمل انترفيرنج معاه، اوريدي ان ذا اند يعني بي سي 2 هو اللي خد فاز في النهايه، وهو اللي بيبعت، وبي سي 1 عمال كل شويه تشيك على السيجنال عشان عايز يكمل الفايل بتاعه اللي كان بيبعته، هيعمل تشيك لمده يعني 15 مره. طب اكتر من 15 مره هيقوم بقى ايه، قال خلاص تايم اوت، تايم اوت خلاص انا مش هقدر ابعت الفايل ده. ده طبعا السيزما سي دي هي ما حلتليش مشاكل، يعني ما حلتليش مشاكل الكوليجنز، ولكن يعني ما حلتهاش بصفه نهائيه وبصفه جذريه، لكن هي عامله زي المسكنات، قللت حده المشاكل شويه، قللت حده الكوليجنز شويه، لان اوريدي حتى مع الميكانيزم اللي احنا قلناه في السيزما سي دي برضو ستيل بي سي 2 بي سي 1 اتكلمنا هنا قصد برضو كوليجن، وده ادى كل واحد يرن باك اوف تايمر الجوريزم، فبرضو مش بيحل المشاكل جذريا، ما حلش المشاكل جذريا السيزما سي دي، لكن هو كان مسكنات يعني. طيب ده كلام جميل. دلوقتي نرجع تاني البريدج. البريدج بقى البريدج حل المشاكل دي بان هو بقى ايه، قال لك انا اول حاجه هسبورت ليك اليونيكاست باكيتس، يعني انا دلوقتي بي سي 1 تمام، دلوقتي مثلا نقول ده مثلا بريدج، مثلا دلوقتي بي سي 1 هنا في بي سي 3 وهنا في بي سي 2، دلوقتي بي سي 1 هيبعت لبي سي بي سي 2. هنا هسأل سؤال، هو هل الهب بيكون فيه كام تيبل، الكونتنت اكسس الكام تيبل، الكونتنت اكسس ميموري بتاعت الماك ادريسز؟ الاجابه لا، لان ده بيوبريت الكام تيبل دي بيتخزن فيها الماك ادرس، اللي هي الادريسنج هاردوير بروتوكول اللي بتوبريت في لاير 2، وطبعا الهاب ده اخره لاير 1 بس. البريدج بقى لا بيفهم لاير 2، يعني برضو بنى بيبني جواه بقى الكام تيبل، يبدا دلوقتي بناء على الكام تيبل يقدر جهاز واحد عايز يبعت لجهاز اتنين يبعت له يوني كاست بس، يعني يطلع من البورت مثلا، يدخل الداتا من بورت 1 ويطلعها فقط من بورت 2 وما يطلعهاش من بورت 3 مثلا، تمام، الا طبعا لو دي رساله برودكاست. حل مشكله الهاف دوبلكس والفول دوبلكس هو حل مشكله الكوليجنز عموما البريدج، لانه دلوقتي
لان دلوقتي ايه، دلوقتي انا الرسائل بتبات يونيكاست اوريدي تمام، وكذلك بيسبورت الفول دوبلكس. يعني دلوقتي مثلا لو جهاز 2 بيستقبل داتا من بي سي 1، يقدر في نفس الوقت لو عايز يبعت داتا لبي سي 3 يقدر يعمل الكلام ده. يعني هو دلوقتي يقدر يحط نفسه في وضعية الريسيف اند السند تمام. الهاب دوبلكس الشباب سند اور ريسيف، يا اما تكون بتسند يا اما تكون بريسيف بتريسيف. اما الفول دوبلكس لا، تقدر تكون سند اند ريسيف في نفس الوقت. طيب ده كلام جميل. مش حصلت مشكلتين بقى في الايه، في البريدج. اولا هو سوفت وير بيست. سوفت وير بيست يعني في فرق ما بين الاجهزه الانتجريتد سيركتس او الاجهزه الاجهزه السوفت وير بيست والاجهزه الهارد وير بيست. البريدج عليه سي بي يو، والسي بي يو ده بيكون عليه سوفت وير بيرن السي بي يو ده. يعني في سوفت وير بيرن عن طريق، يعني في سوفت وير بيكون متحمل على السي بي يو عن طريق السوفت وير ده. السي بي يو بيمانج الايه، بيمانج الدنيا بتاعه البريدج. في باكت رايحه من بورت الفلاني رايحه على بورت الفلاني على طول، اللي السي بي يو بيعمل لها بروسيس وبيعالجها، وبالتالي بيبص في الكام تيبل. اوكي الكام تيبل بي سي 1 عايز يروح بي سي 2، اوكي هل ماك ادرس بابي بي سي 2 موجود عندي اوريدي؟ اه موجود تمام. يجي يعني انا دلوقتي عندي السي بي يو هو اللي بيمانج ده، في سوفت وير بيمانج البريدج. هتقولي يا باشمهندس هي دي بتمثل مشكله؟ اه بتمثل مشكله، ان لو حصل ضغط على الداتا دايما في عرف اي، يعني الناس خصوصا المتخصصه في الالكترونكس عارفه ان الاجهزه الهاردوير بيست اسرع بكتير جدا من الاجهزه السوفتوير بيست. يعني السويتش ده هاردوير بيست، اما البريدج ده سوفتوير بيست. يعني السويتش اسرع بكتير من البريدج، يعني البريدج هما الاثنين تقريبا بيقوموا بنفس الفيتشرز، لكن السويتش بي السويتش هاردوير بيست. يعني الهاردوير ذات نفسه هو اللي بيمانج نفسه بنفسه تمام. وده طبعا عشان كده بنقول السويتش بي ده ايزك سبورت الايزك ايزك فيتشر. يعني انا دلوقتي عندي بي سي 1، دلوقتي لو بريدج بي سي 1 عايز يبعت البي سي 2، انا دلوقتي عندي سوفت وير هو اللي بيخلي البريدج يقرر هيبعت الداتا اللي داخله له دي هيطلعها منين. اما السويتش لا، السويتش لا، السويتش بيستلم الداتا، الهاردوير ذات نفسه هو اللي بيمانج نفسه بنفسه على طول. تشم 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 على طول، يعني الموضوع بيبقى سريع جدا جدا جدا. مفيش يعني سويتش مفيش ريس عليه، يعني عامل بالظبط كده ان العربيه لازم العربيه يكون ليها سواق تمام كده. اما او الطياره يكون ليها طيار، ده في الاي بريدج. اما السويتش دي طياره بدون طيار تمام كده، طياره بدون طيار، فانت بتقدم المهام بتاعتها باسرع ما يمكن. طيب دي القصه ما بين البريدج وما بين السويتش. طبعا في كذلك مشكله تانية في البريدج اللي هو ليميتد فور نمبر اوف بورتس. يعني انا يعني انا شخصيا يعني هتلاقي يعني في الهيستوري بقى بتاعت البريدجز، اعلى بريدج كان ممكن تلاقيه كان في حدود كام بورت، حدود 16 بورت. 16 بورت يعني انت ده انت لقيت بيفي بريدج، يعني بريدج ايه واو، كان زمان بقى القصه بتاعت البريدج دي تمام. طبعا انت دي اتحلت طبعا في مشاكل السويتش. انت بتلاقي عندك ممكن في سويتشات بتعدي ال 1048 بورت، الاف البورتس تمام. يعني في سويتش، السويتشات اللي هي شغاله في شركات الكور سويتشز اللي هي مثلا 148 بورت 136 بورت تمام. فطبعا البريدج بقى مشكلته ان هو ليميتد فور نمبرز اوف بورتس، دي اتحلت برضو في السويتش. يعني بيتهيألي كده احنا ما نسيناش حاجه. برضو البريدج ان مانجد، يعني البريدج ان مانجد، ان مانجد يعني انا ما اقدرش اعدل فيه فيتشرز. يعني هو بينزل بالفيتشرز بتاعته لكن انا ما اقدرش اعدل فيها، اكريت مثلا اكريت في لانز، اسيت اي بي هات، اغير اي بي هات، اظبط الدوبلكس والبول دوبلكس والكلام ده كله، لا ما اقدرش اعمل الكلام ده في البريدج. كان اما نزلت البريدجات دي كانت ان مانجد، اما السويتش لا، السويتش ده مانجد. يعني السويتش ده احنا في سي سي ان ايه، هناخد كونفيجريشن سويتشنج، يعني هنشتغل على مانجد سويتشنج سويتشز، يعني سويتشات نقدر نعدل في الكونفيجريشن بتاعتها. طب ده كلام جميل. ده الايه البريدج. فطبعا البريدج هو المحور الوسطي ما بين الهاب والسويتش، حل مشاكل كتير من الهاب، لكن مشكلته كانت بتظهر في ثلاث حاجات. ثلاث حاجات احنا طبعا هنكتب منهم اتنين هنا، ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو بطيء لان هو سوفت وير بيست، فالليتنسي بتاعته عاليه. الليتنسي يعني ان السرعه اداء سرعه اداء البريدج بتكون قليله، يعني سرعه اداء البريدج بتكون قليله في حاله ان حصل ضغط عليه. ليميتد فور نمبر سبورتس، عنده مش يعني اقصى بريدج كان ممكن تشوفه مثلا 16 بورت، وكذلك ان مانجد يعني ما تقدرش تعدل فيه هنا. ان مانجد ما تقدرش تعدل فيه حاجات كتير،
ما تقدرش تعدل فيه اساسا. السويتش بقى اللي تقدر تعدل فيه القصه بتاعته كلها كونفيجريشن بقى في السويتشنج ده، زي ما هناخد ان شاء الله في المحاضرات القادمه. السويتش بقى ايه؟ was a final solution and evolution as it has ability to. ده دلوقتي بقى كان الصيغه النهائيه للتطور. اول حاجه بيسبورت اليونيكاست باكيتس as a bridge، زي البريدج سبورت بول دبليكس مودز زي البريدج. هنا بقى بيتفوق على البريدج سبورتس ا فرايتي اوف سبيدز، ان انا دلوقتي عندي الهب اقصى سرعه كان بيسبورت بيها 10 ميجا بت بير سكند، البريدج في منه 10 وفي منه 100 ميجا بت بير سكند. ولكن انت لو جيت جالك بريدج مثلا شغال، يا اما يجي لك بريدج شغال 10 او شغال 100، تمام؟ الهب اقصى حاجه ليه 10، البريدج يا اما 100 يا اما 10. اما السويتش ممكن يجي لك مثلا سويتش 10 على 100 على 1000، يعني انت ممكن البورت الواحد في السويتش تعدل الايه، ممكن تخليه يشتغل على 10، ممكن تخليه يشتغل على 100، ممكن تخليه يشتغل على 1000. ما هو مانجد بقى، مانجد تقدر تغير ايه الكونفيجريشن بتاعته. ده كلام جميل. سبورتس فرايتي اوف سبيدز، طبعا مش اخر حاجه بقى ايه 1000، في بور بيس سويتشات بتسبورت لحد 10 جيجا بت بير سكند، يعني ال 1000 دي يعني 1 جيجا بت، دي يعني 1 جيجا بت بير سكند. لا، في سويتشات بتسبورت ال 10، في سويتشات بتسبورت ال 40 جيجا بت بير سكند. طيب هاز ا وايد رينج اوف سبورتس، يعني انا بقى السويتش بيسبورت بقى عدد كبير من البورتس. انت هتلاقي بقى، هتلاقوا بقى سويتشات، يعني سويتشات بقى ايه عملاقه في عدد البورتس. ده مثلا سويتشات ال 6500 سيريز، دي سويتشات ده ما شاء الله، ما شاء الله سويتش كور ده بقى بيشتغل، ده عدد بورتس اللي فيه كتيره جدا. هنا نوتس ا كونكتد بي سيز ان هاب انفايرمنت ار كونسيدرد تو بي ان وان كوليجن دومين ويذر ا بريدج اور سويتش بريكس اب ذات كوليجن دومين انتو مالتيبل وانز. هنا بصوا يا شباب، عايزين نفهم ايه الفارق ما بين الكوليجن دومين والبرودكاست دومين. طيب احنا عشان نفهم بس موضوع الكوليجن دومين والبرودكاست دومين، شوف بس الايه التعريف بيقول لك هنا: a collision domain is the area that when a unicast packet comes in the switching environment can oblige other nodes to stop sending. يعني بيقول لك هي المنطقة اللي لو اتبعت فيها unicast packet in the switching environment، مثلا سواء كان المربط ما بين يعني أجهزة متربطة مع بعض إما بهب أو بريدج أو أو سويتش، كان oblige other nodes to stop sending، يقدر يوقف الأجهزة التانية من إنها ترسل. تعالوا مثلا إيه نشوف، يعني نطلع كده بالوايت شيت ونشرح حتة الكوليجن دومين دي ببساطة. بصوا يا شباب، الهب بي كونسيدر از ا كوليجن دومين، الهب انفايرمنت، يعني انا دلوقتي عندي مثلا ايه هب متوصل بشوية اجهزة اها تمام، وهنا اها، فبالتالي هنا الهب ده بي كونسيدر از ا كوليجن دومين. ليه؟ لان البي سي مثلا، بي سي مثلا ده بي سي 1 هيبعت لبي سي 2، وهنا ده بي سي 3، لو هيبعت مثلا لبي سي 2 دي يونيكاست باكت بس، الهب هيطلعها برودكاست هنا وهنا. فهنا لو بعت بي سي 3 مثلا لبي سي 4، هنا هيحصل ايه؟ هنا هيحصل كوليجن دومين. فهنا بنقول ان الهب ده بي كونسيدر از ايه، از كونسيدرد از ا كوليجن دومين، لان هنا ممكن يحصل كوليجن في اي لحظه، بي سي 1 مثلا بيكلم بي سي 2 في نفس الوقت، بي سي 3 بعت بي سي 4، هنا يحصل ايه كوليجن. فلذلك السويتش ايه، السويتش بيبريك او بيقسم الكوليجن دومين. ليه؟ لان السويتش قال لك ايه، قال لك ان انا دلوقتي بي سي 1 وعندي هنا بي سي 2 اها، وده بي سي 3 وده بي سي 4، تمام؟ لو بي سي 1 هيبعت لبي سي 2 اوكي يوني كاست باكت، ويقدر برضو بي سي 3 يبعت لبي سي 4. فبالتالي السويتش دايما بيقول ان هو كل بورت في السويتش بيمثل كوليجن دومين، يعني الهب نتورك ده بيمثل ايه كوليجن دومين واحده. اما السويتش هنا مثلا عندي هنا 4 كوليجن دومين. طب اشمعنى البورت الواحد في السويتش ممكن يكونسيدر از ا بورت، يعني از 1 كوليجن دومين؟ يعني هنا السويتش هنا، يعني مثلا هنا انا عندي هنا 1 كوليجن دومين، لان المنطقه دي يقدر يحصل فيها كوليجن، المنطقه دي كلها يقدر يحصل فيها كوليجن. جهاز واحد لو بيبعت كل الاجهزه اللي في المنطقه دي تقدر ايه ما تبعتش، تمام؟ طيب هنا مثلا جهاز واحد لو بيبعت، هل جهاز ثلاثه يقدر ما يبعتش؟ لا، يقدر يبعت. هل جهاز اتنين
ما يقدر ما يبعتش، مع انه حتى بيستلم من واحد لا يقدر يبعت، ما فول دوبلكس. طيب جهاز اربعه ما يقدرش مثلا يبعت لجهاز ثلاثه او جهاز واحد في نفس الوقت، لا يقدر يبعت. فكل جزء فهنا بقى، هنا فوق عندي كوليجن دومين واحده، اما السويتش جزأ لي كوليجن دومين دي الفور كوليجن دومينز. طبعا دي بتفيد النتورك بتاعتي ان انت تقسم الكوليجن دومينز عندك في النتورك، لان وانس ان انت عندك كوليجن دومين واحده، تخيل ان انت مشكله ممكن تحصل يعني الكوليجنز دي وانت عندك 4 اجهزه بس، لكن ماذا لو انت عندك 50 جهاز 100 جهاز؟ ساعتها لا سيزما سي دي ولا اي حاجه هتنفعك، لان انت عندك معدل الكوليجن هيكون عالي جدا. فانت بالتالي عندك كل ما العدد الاجهزه بتكبر في الكوليجن دومين الواحده، كل ما بيحصل ليتنسي عالي جدا. يعني هتلاقي مثلا فايل مثلا بياخد دقيقه، فانه يتبعت ممكن تلاقيه بياخد ساعه. تمام، بقى الكوليجن هنا فالسويتش هنا قسم لك الكوليجن دومين. طب اشمعنى البورت؟ يعني انا دلوقتي عندي السويتش هنا، اشمعنى البورت بيمثل الكوليجن دومين؟ لان ممكن البورت ده اوصله بهاب، اها، ووصل هنا مثلا 2 بي سيز، وصل هنا ايه 2 بي سيز. دلوقتي البي سي ده لو بعت، اوكي، يعني دلوقتي مثلا عندي ادي ده مثال، مثلا انا هنا عندي كام كولاجن دومين، وادي اها، وده مثلا بي سي كمان، انا هنا عندي كام كولاجن دومين، انا عندي هنا 3 كولاجن دومينز. ده ممكن يكون كولاجن، ده كولاجن دومين، لان ممكن لو بي سي 1 جه يبعت البي سي ده مش هيقدر يبعت، فهنا حصل كولاجن في المنطقة دي. فطب هل لو يعني هل مثلا بي سي 1 هنا بيبعت بي سي 2 يقدر يعني هنا مثلا بي سي 2 ما يقدرش يبعت؟ لا يقدر يبعت. فده في كوليجن دومين لوحده، ده في كوليجن دومين لوحده، كذلك الامر في كوليجن هنا، ده في كوليجن دومين لوحده. طيب ده كلام جميل، دي فكره الايه الكوليجن دومينز والبرود الكوليجن دومينز. ايه بقى فكره البرودكاست دومين؟ يقول لك هنا برودكاست دومين اتس اريا وين ا برودكاست باكيت كومز ان ذا سويتشنج انفايرمنت كان ابلج اذر نودز to process it. دلوقتي يا شباب لو انا مثلا عندي، احنا اتفقنا ان السويتش بيستلم البرودكاست بيطلعها من ايه، من كل البورتس. تمام، الهب بيستلم اي برودكاست او يونيكاست كده كده بيطلعها برودكاست، يعني السويتش اليونيكاست بيطلعها من بورت واحد، اما البرودكاست بيطلعها من كل البورتس. طب لو انا عندي مثلا هنا مثلا كذا بي سي اها في السويتش ده، والسويتش ده رايح على راوتر، اتفقنا ان الراوتر اما جينا شرحنا الارب، الراوتر ما بيعديش البرودكاست، صح ولا لا؟ فلذلك لو انا هنا بعت برودكاست، فالبرودكاست هيطلع للجهاز ده، وهيطلع لجهاز مثلا الجهاز اللي فوق هنا، تمام، وهيطلع برضو للبي سي موجود هنا. فبالتالي البرودكاست ده يعني البرودكاست ده البرودكاست دومين هي المنطقه اللي لو جهاز بعت فيه برودكاست مسج بتوصل لكل الاجهزه اللي في المنطقه دي، فانا فعلا البرودكاست هتوصل هنا وهنا وهنا. طيب انا اسال هنا سؤال، لو انا عندي مثلا سويت سويتش متوصل على الراوتر هنا من تحت، تمام، وهنا في بي سي، تمام، حلو قوي كده، كده عندي كام برودكاست دومين؟ كده يعتبر عندي 2 برودكاست دومين. تمام، ليه؟ ده سويتش يا شباب مش هاب، اهو ده سويتش. ليه؟ لان البي سي هنا البي سي 1 مثلا لو بعت برودكاست هتروح لكل الاجهزه دي، بما ان الراوتر بيوقف البرودكاست مسج، يعني هو بيستقبل برودكاست ما بيعديهاش، الراوتر ما بيعديش الا فقط اليوني كاست مسج. تمام، فبالتالي انا دلوقتي عندي دلوقتي 2 برودكاست دومينز، لان انا هنا دلوقتي البي سي ده مش هيسمع مش هيسمع عنده البرودكاست اللي طالعه هنا، البرودكاست الراوتر هيوقفها. تمام، وهنا انا عايزك ايه، يعني انا عشان بس نبدا مثلا ايه نفهم الفروقات، لان في اسئله الامتحان الدولي يجي يقول لك يجيب لك نتورك مثلا شبكه، تعالوا نجيب مثلا شبكه هنا اهي، مثلا ده راوتر اهو رايح على السويتش، تمام، والسويتش ده رايح على جهاز، تمام، وانا دلوقتي عندي هاب اهو واصل هنا، وهنا الهاب ده واصل بيه السويتش، تمام، وهنا الناحية التانية هنا ما في بي سي، اوكي، فده كلام جميل، وهنا عندي بي سي وعندي هنا سويتش، تمام، وهنا رايح على بي سي. ايه عدد البرودكاست دومين هنا وايه عدد الكوليجن دومينز هنا؟ تمام، البرودكاست انا اسف، هنا برودكاست دومين اهو، ده البرودكاست دومين اهو، احسب لي بقى عدد البرودكاست دومين والكوليجن دومين هنا في الرسمه دي. على فكره ده اسئله بتيجي في الامتحان الدولي، تمام، احنا مرحله تشالنجينج تيست، هتلاقي بقى ايه يجيب لك كذا سؤال يقول لك عندي نتورك احسب لي عدد الكوليجن دومين والبرودكاست دومين، يقول لك مثلا نتورك لو انا حطيت بلد السويتش ده هب ايه اللي هيحصل لعدد الكوليجن دومين، هيزيد ولا هيقل؟ هيحصل ايه اللي هيحصل لعدد البرودكاست دومين، وهكذا. طيب
تعالوا نعد، هو دلوقتي عايز برودكاست دومين الاول، تعالوا نحسب برودكاست دومين ده اي بورت في الراوتر، حل سريع كده، اي بورت في الراوتر بيمثل برودكاست دومين، فده بيمثل ده برودكاست دومين، ده برودكاست دومين، يبقى انا عندي تو برودكاست دومينز. طيب حلو، الكولجن دومينز كل بورت على السويتش بيمثل ايه؟ كولجن دومين، والهب بي كونسيدرد بكل البورتس بتاعته از وان كولجن دومين. فانا دلوقتي هحسب من النتورك دي مثلا كام كولجن دومين، ادي واحد ادي اتنين تمام كده، وادي دول دول ده بما انه ده هب ده تلاتة صح ولا لأ؟ طب ده كلام جميل، وادي أربعة، ادي ده بورت ده كمان ده ايه ده أربعة تمام. فأنا هنا عندي ادي واحد ده كولجن دومين، ادي اتنين ادي تلاتة ادي أربعة وادي خمسة وادي ستة، يبقى أنا عندي هنا ستة كولجن دومين تمام. طيب ده كلام جميل، تعالوا ناخد مثال تاني، تعالوا ناخد مثال تاني، ان انا مثلا عندي راوتر هنا مثلا متصل هنا براوتر كمان، والراوتر ده رايح على راوتر كمان، وفي هنا مثلا سويتش، السويتش ده رايح على بي سي اها تمام، وهنا مثلا هنا عندي هاب، الهاب ده رايح على سويتش كمان، السويتش ده رايح على راوتر، الراوتر ده رايح على سويتش، والسويتش ده رايح على بي سي تمام. حلو، والناحية دي انا عندي هنا سويتش اهو وده بي سي. طب ده كلام جميل، كام البرودكاست دومين، كام برودكاست دومين كام، والكولجن دومين كام؟ تعالوا نحسب برودكاست دومين، كل بورت على الراوتر بيمثل ايه برودكاست دومين، فده برودكاست دومين، ادي اول برودكاست دومين، دول از كونسيدرد از برودكاست دومين واحده، فده بقى عندي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي من اول هنا تمام لحد هنا ادي اربعه، يعني ده برضو يعتبر كايه كبرودكاست دومين، ادي دول يبقى انا عندي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه، والحته دي برضو برودكاست دومين ادي خمسه، فبالتالي انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هنا عندي خمسه برودكاست دومين. طب ده كلام جميل، لان انت لو حسبت هنا ادي بورت راوتر، ادي بورت راوتر بيمثل برودكاست دومين، طيب هنا بورت راوتر ادي برودكاست دومين تانيه، طب بما ان البورت دي مشتركه مع دي في نفس النتورك يبقى دول كونسيدرد برودكاست دومين واحده، ادي بورت ادي التاني طيب ادي التالت، مش محتاج احسب ده بقى، ادي التالت تمام ادي الرابع تمام حلو قوي كده، ادي الخامس، يبقى انا كده عندي فعلا خمسه بروكاست دومين. طيب عدد الكوليجن دومينز، هنا ادي بورت ادي دي كوليجن دومين اهو، ادي اول كوليجن دومين تاني كوليجن دومين، ده برضو بي كونسيدر از كوليجن دومين ده، لان انا ممكن في النص هنا اوصل هاب اهو، اوصل هاب والهاب ده اوصله بتو بي سيز، هيحصل عندي كوليجن دومين، فده برضو كوليجن دومين، يبقى عندي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي برضو ده اربعه، أربعة كوليجن دومين لحد دلوقتي تمام حلو، أدي خمسة أدي ستة أدي بما إن ده هب أدي سبعة تمام، بما إن في سويتش رايح للراوتر ده أدي تمانية، طيب أدي تسعة أدي عشرة، يبقى أنا كده عندي 10 كوليجن دومين. تعالى نحسبها مرة تانية، أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة أدي خمسة أدي ستة ادي سبعة ادي تمانية ادي تسعة ادي عشرة، يبقى انا كده عندي فعلا عشرة كوليجن دومين، وعندي هنا خمسة برودكاست دومين. ودلوقتي بقى ميعادنا مع الفقرة المثيرة بقى، فقرة التشالنجينج تيست، تعالوا نبدأ نحل بقى ايه مسائل الامتحان على المحاضرة دي. طبعا مسائل الامتحان اللي انا جايبها من هنا دي من مسائل الامتحان الدولي، فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالكو دي مسائل الامتحان الدولي بتيجي في الامتحان الدولي، فهنا نركز بقى. بيقول لك for what two purposes does the Ethernet protocol use physical addresses، ايه اذكر سببين، هو بيقول لك اذكر سببين ان انا بستعمل فيهم الايثرنت بروتوكول، بيستعمل الفيزيكال ادرس، بيستعمل مثلا الماك ادرس تمام. طبعا احنا اما نيجي نخش في الوان هناخد بقى ايه برضو فيزيكال ادرس مره، هناخد بقى الديل سيز والحاجات دي كلها في الفريم ريلي، فاحنا دلوقتي عندنا الماك ادرس ده بيمثل لنا لحد دلوقتي هو الفيزيكال ادرس، لكن احنا على المدى البعيد هناخد بقى فيزيكال ادرس جديده، لكن لحد دلوقتي الفيزيكال ادرس بيحدد ايه، هي يونيكلي ايدنتيفاي ديفايسز ات لاير 2 ايوه صح، تو الاو communication with devices on a different network، لا لان الماك ادرس مش بيسمح، يعني مش هو اللي بيسبب الكوميونيكيشن ما بين الديفايسز اوفر different networks، ده بيسمح بتبادل يعني ده يعني الماك ادرس لازم السورس والديستنيشن ماك ادرس يا شباب يكونوا تابعين لاجهزه موجوده في نفس اللان، فهنا طبعا الاجابه دي مش معايا. طيب او الاوبشن ده مش معايا، to differentiate a layer 2 frame from a layer 3 packet ماشي، تعالوا نشوف مثلا اللي بعده، لان هو عايز 2
ممكن يعني ممكن نقول دي صح، بس انا دلوقتي عايز ايه يعني. ها لا، هو الايثرنت بروتوكول مش بيستعمل الماك ادرس او الفيزيكال ادرس عشان يديفرنشيت لاير 2 فريم فروم لاير 3 باكيت. لا، تو استابليش برايورتي سيستم تو ديترمين ويتش ديفايس جيتس تو ترانسميت فيرست. تعالوا نشوف اللي بعده. تو الاو كوميونيكيشن بتوين ديفرنت ديفايسز اون ذا سيم نتورك. ايوه هو ده الاجابه. يبقى انا كده دلوقتي عندي تو اوبشنز. يعني خلي بالكو، انا عايزك وانت بتحل مسائل الامتحان، سؤال الكويز او التشالنجنج تيست او الامتحان الدولي، تركز في كل الاختيارات وتختار. هو بيقول لك تشوز تو، اختار اقوى اتنين. انا دلوقتي شايف اقوى اتنين دول فعلا دول بيطبقوا الحقيقه، لكن انا دلوقتي الاختيارات دي بالنسبه لي عايمه. يعني ده مش صح، لكن ده عايم عايم يعني مش محدد يعني. تمام، فانا هختار الاتنين دول. طيب هنا بيقول لك which three statements accurately describe layer 2 ethernet switches. طيب دلوقتي اختار ثلاث جمل بتوصف ال layer 2 ethernet switches. بيقول لك micro segmentation decrease the number of collision domain. هل هو بيقلل عدد ال collision domains؟ لا، السويتش بيزود عدد ال لا لا ثواني، هنا بيقول لك micro segmentation decreases the number of collisions. تمام، انا فاكر collisions domain. يعني هو بيقول لك هل بيقلل عدد ال collision on the network؟ ايوه ده، فبالتالي ده معايا. ايوه، if a switch receives a frame from an unknown destination. اساسا السويتش هنا ما ينفعش يستلم رساله من unknown destination. لا هنا ثواني، مش هنا ما بيقولش from for an unknown source، لا for an unknown destination. okay it uses ARP to resolve the address. يعني بيقول لك السويتش لو استلم frame ل unknown destination بيستعمل الارب تو ريزولف الادرس. يعني انا اعتقد الاختيار، يعني الاختيار ماشي ده عقلاني، ولكن تعالوا نكمل، تعالوا نكمل نشوف. يعني انا عايزك تبص على كل اختيار وتختار اقوى ثلاثة. تمام، طيب spanning tree protocol allows switches to automatically share VLAN information. بصوا يا شباب، احنا ما شرحناش الفي لان، بس انا يعني ايه هقول لكم برضو حاجه من وظائف اللير السويتش، ان هو ممكن يكريت لك في لان. في لان يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هقول عندي دلوقتي سويتش ورايح براوتر وتمام كده، وده في هنا بي سي تمام، وده انا عندي هنا بي سي. اوكي طيب، البي سي ده، البي سي ده مثلا على لان واحد، البي سي ده مثلا على لان اتنين. طيب انا بالمناسبه الفي لانز ده مش لان وده لان، طب ده كلام جميل. يعني دول تو لانز، انا السويتش ممكن استعمله اني اعمل تو لانز بس وداوت الراوتر اللي في النص ده. يعني ايه بقى؟ يعني بمنتهى البساطه ان انا هجيب السويتش هنا واقول ان انا هكريت على السويتش ده مثلا في لان virtual local address network 1، وهكريت في لان virtual address virtual local access local area network 2. تمام كده، طيب ده كلام جميل. واوصل جهاز واحد وانا دلوقتي عندي بورت مثلا، ده بورت مثلا 1. اوكي، هوصل بورت 1 ده على اي بي سي 1 حلو، واقول ان فيلان 1 ده هضم ليها بورت 1، هضم ليها بورت 1، وبي سي 2 هوصله على بورت 2، واقول ان انا هضم الفيلان 2 هضم لها بورت 2. تمام، فيصبح دلوقتي الجهازين دول اوريدي لو انت شايفهم تقول هم فيزيكلي شكلهم متوصلين على نفس اللان، لكن لكن لوجيكلي هم دلوقتي في تو سب نتس مختلفه، دلوقتي هم في تو نتوركس مختلفه. طب دلوقتي اذا، طب لو جهاز واحد عايز يروح لجهاز اتنين، يعني ده في شبكه وده في شبكه تانية خالص، ده في لان وده في لان تانية خالص. طب لو عايزين يروحوا لبعض بمنتهى البساطه، انا بروح للراوتر هنا، في كذا طريقه، في كذا طريقه. بمنتهى البساطه انا بروح للراوتر هنا وده فاست ايثرنت مثلا، او ده بورت مثلا، هقول ده بورت زيرو. انا بكريت تو سب انترفيسز، يعني انا بكريت هنا ده فيزيكلي ده بورت واحد، لكن انا بكريت منه لوجيكلي تو بورتس، مثلا زيرو سلاش 1 مثلا زيرو سلاش 2، ويصبح زيرو سلاش 1 ده هو الديفولت جيت واي لكل الاجهزه اللي على فيلان واحد، وزيرو سلاش 2 وزيرو وزيرو دوت 2 ده يصبح الديفولت جيت واي لكل الاجهزه اللي فيلان 2. ده يعني انا عارف يعني ممكن بعضكم ما يكونش فاهم الحته دي او ما يفهمهاش من اول مره، بس احنا كده كده هنتعرض للفيلانز. بس انا عايزك تفهم ان السويتش بيطبق فكره الفيلانز. طبعا دي فكره عظيمه جدا، ان انا دلوقتي اصبح الفيلانز بتخلي بقى فقط السويتش مش بيجزأ فقط الكوليجن دومين، لا ده كذلك بيجزأ البرودكاست دومين. لان انا دلوقتي لو انا مثلا عندي جهاز هنا ده بورت 3، وصلت بورت 3 على فيلان 1، فبالتالي جهاز واحد لو عمل برودكاست بورت الجهاز ده هيسمعه، لكن البرودكاست مش هتطلع من هنا، لان ده في سبنت مختلف عنه او في فيلان مختلف عنه. انا كده جزأت البرودكاست دومين،
واضح كده. يعني انا دلوقتي فيزيكلي لو انا وصلت هنا بي سي فبي سي 3، فجهاز واحد لو بعت برودكاست البي سي ده هيسمعه، لكن بي سي 2 مش هيسمع. وهنا برضو نفس الكلام، بي سي 1 هيبعت برودكاست، بي سي 3 بي سي 3 هيسمع البرودكاست لان مع جهاز واحد في نفس الفيلان، لكن الجهاز 2 اللي موجود في فيلان 2 فيلان مختلفه مش هيوصل له البرودكاست. دي طبعا من ضمن المميزات بتاعت السويتشنج. انا كده كده حتى لو ما فهمش الموضوع ده كده كده هيبقى في محاضرات مستقله خاصه بالفيلانز ككونفيجريشن وكشرح. تمام. طيب هنا بيقول لك سبانينج تري allows the switches to automatically share VLAN information. مش معايا الاختيار ده. in a properly functioning network with redundant switch path, each switch switched segment will contain one root bridge with all its port in the forwarding state. لا نقرا برضو الاوبشن ده، بيقول لك in a properly functioning network with redundant switch path. اوكي تمام. يعني انا عندي كان ال يعني هو كانه بيقول ان انا عندي redundant switch path، يعني انا مثلا عندي حاجه زي كده، يعني يقصد ال spanning tree protocol. اها عندي حاجه زي كده. تمام. طيب each switched segment will contain one root bridge with all its port in the forwarding state. All other switches in the broadcast domain will have only one root port. يعني هي الايه الاوبشن ده معايا، بس الاجابه بتاعته هتوضح قوي اما نيجي نشرح. فيعتبر اجابه السؤال ده هتظهر قوي في الحلقات بتاعه السبانينج تري بروتوكول الاوبشن ده. تمام. طيب هنا بيقول لك establishing VLANs increases the number of broadcast domain. فعلا السويتش اما اعمل VLANs بيزود عدد broadcast domain. فاحنا ممكن حتى يعني هتلاقوا برضو السؤال ده بيتعاد مره تانية في الحلقات بتاعه VLANs والسبانينج تري بروتوكول عشان يتثبت، لان انتوا ممكن يكون عندكم في عدم ادراك ليه يعني ايه الاختيار ده والاختيار ده، بس احنا كده كده ان شاء الله تتفهم في السبيلنج تري بروتوكول والفي لانس. طيب بيقول لك why will a switch never learn a broadcast domain. هو هل يا شباب بينفع السويتش يتبعت له فريم ديستند يعني رايح لبرودكاست برودكاست ادرس؟ ايوه ينفع. يعني لو تلاقي في البرودكاست ماك 12 اف. تمام. هنا هي بيقول لك why will a switch never learn a broadcast address، مش domain انا اسف، a broadcast address. لكن ما ينفعش السويتش يستلم رساله من سورس ماك ادرس بروكاست، دي ما تنفعش. تمام. هنا بيقول لك بروكاست فريمز ار نيفر سنت تو سويتش. طب بروكاست ادرس يوزنج ان كوركت فورمات فور ذا سويتشنج تيبل، ذا بروكاست ادرس ويل نيفر بي ذا سورس ادرس اوف ا فريم. ده الاجابه الصح، لان ما ينفعش اي فريم يتبعت يكون السورس ماك ادرس ده بروكاست. طيب هنا بقى بيقول لك ايه ريفور تو ذا اكزاكت وات تو ريزلتس وات اكير if the hub were placed with a switch that's configured in one ethernet VLAN. يعني انا one ethernet VLAN، يعني انا عندي ايه واحد broadcast domain بس. احنا قلنا ال VLANs دي بتقسم ال broadcast domain، فانا عندي اتنين مثلا VLAN، يبقى انا عندي two broadcast domain، عندي one VLAN عندي one broadcast domain. انا دلوقتي هشيل، هو بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انا شلت الهب وحطيت switch. المفترض عدد ال collisions domain هيزيد. تمام. لان هنا انا عندي كوليجن دومين واحد بس، لكن هنا عندي عدد الكوليجن دومين هيزيد لو حطيت سويتش، هيبقى واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. تمام. والبروكاست دومين هيفضل زي ما هو. اوكي. هنا بيقول لك تشوز تو، بيقول لك ذا نمبر بروكاست دومين وود ريمين ذا سيم. ايوه فعلا. نمبر اوف كوليجن دومين وود انكريز. ايوه عدد الكوليجن دومين هيزيد. فدي الاجابتين الصح في الموضوع ده. تمام. طيب نطلع اتاكد بس كوليجن دومين وورد انكريز، صح كده فعلا. بروكاست دومين وورد ريمين ذا سيم. ايوه تمام معايا. which of the following statements describe the network shown in the graphic. هنا تشوز تو، بيقول لك اوجد افضل توصيف حاجتين يوصفوا النتورك اللي قصادي دي. بيقول لك there are two broadcast domain. ايوه فعلا انا عندي هنا two broadcast domain. طيب ده معايا في four broadcast domain. لا مفيش four broadcast domain. طيب انا هنا عندي كام كولاجن دومين؟ هنا ادي جهاز، ده سويتش بقى، يبقى ادي جهاز، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس. تمام كده. ادي السادس، ده كده البورت من السويتش الراوتر ده كده بروكاست دومين، انا اسف كولاجن دومين، كده سته كولاجن دومين، وده سبعه كولاجن دومين، لان ده هب، خلي بالكم مش سويتش، ما يلخبطكش هنا. تمام كده. فانا بالتالي عندي هنا خمسه واحد واثنين سبعه، يبقى عندي سبعه كولاجن دومين وواحد واثنين برودكاست دومين. طب هنا بيقول لك بقى ايه there are seven collision domains in the network. ايوه بالظبط كده، دي الاجابتين الصح. ethernet network in an ethernet network under what two scenarios can device transmit.
اه في الايثرنت نتورك. امتى يقدر الديفايس هات تو سيناريوز، اما الديفايس يقدر يبعت when they receive a special token. لا when there is a carrier. لا when they detect no other devices are sending. ايوه when the medium is idle. when the medium is idle ايوه برضو يعني الميديم از ايدل، يعني برضو يعني ميديم او الوسط او الكارير ما بيمشيش في سيجنالز، فانا يعتبر الاثنين دول معايا. طيب انا يعتبر كده ايه، خلصنا التشالنجينج، خلصنا التشالنجينج تيست. في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن اوفر فيو على السويتشنج، السويتشنج اوفر فيو، خدنا اللي هو بيليرنينج الادريسز، بيفلتر بيفلتر يعني بيعتمد على الفوروردنج والفلترنج ديسيجنز، كذلك اللوب افويدنس، اتكلمنا عن باك ستوري في السويتشنج، ظهر قبله الهب، الهب كان فيه مشاكل، الكوليجنز بيسبورت فقط الهب دوبلكس، بياخد اي باكيت يونيكاست يحولها البرودكاست، يعني بياخد اي باكيت بتدخل ان الهب يطلعها برودكاست، ثم بعد ذلك البريدج عالج مشكله الفول دوب الهاف دوبلكس، بقى بيسبورت الفول دوبلكس، عالج مشكله الكولجنز، لكن فكرته كان اللي هو بطيء لو حصل عليه ضغط عالي، لانه ده سوفت وير بيست، كذلك مش بيسبورت المانجمنت، يعني انت ان مانجد، يعني انت ما تقدرش تغير فيه الفانكشنز بتاعته زي السويتش، كذلك عدد البورتس فيه كانت بتبقى قليله. خدنا كوليجن دومين والبروكاست دومين، الكوليجن دومين هي المنطقه اللي اقدر اعمل فيها كوليجن، واتكلمنا ان الهب كل البورتس اللي فيه ده بيمثل كوليجن دومين واحده، اما السويتش فكل بورت منه بيمثل كوليجن دومين. البروكاست دومين كل بورت من الراوتر ده بيمثل بروكاست دومين. ايه هو البروكاست دومين؟ هو الاريا اللي بتمشي فيها، اللي انا بعت فيها برودكاست بتجبر كل الاجهزه اللي هي تستقبل الايه البرودكاست. طيب وحلينا مع بعض التشالنجينج تيست. انا يعتبر خلصت المحاضره، اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.